بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر الجزيرة الرياضية، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية طيبة لكم في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا في هذه السنة 2012، مباراة إفسي طوكيو مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فريق إفسي طوكيو الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في هذه المواجهة بين الفريقين اللذان سجلا انتصار في الجولة الماضية بالنسبة لتسديدة قوية جدا لكن إلى يد حارس المرمى. إفسي طوكيو الفريق اللي سجل انتصار على أرواو الأسترالي في الجولة الماضية 2-0، بينما أولسان هيونداي الكوري سجل انتصار على غوام بكين في الجولة الماضية 2-1، وبالتالي الفريقان يلتقيان الآن في هذه المباراة، ومن يسجل انتصار سيذهب إلى صدارة المجموعة السادسة بعد هذه المباراة. إفسي طوكيو على يسار السادة المشاهدين، بينما أولسان هيونداي على يمين السادة المشاهدين. طبعا إفسي طوكيو في هذه المباراة يدخل في حراسة المرمى غوندا، في الدفاع الجهة اليمنى توكونغا، كينشي كاجا، وموري شيجي، وكوسوكي أوتا، في وسط الملعب يوني موتو، وتاكاهاشي، ويوشيكاوا، وكيجي ياما، ويازاوا، وفي الأمام واتنابي في قائمة المدرب الصربي بوبوفيتش، بينما على قائمة أولسان هيونداي الكوري كيم يونغ كوانغ في حراسة المرمى، ليونغ كانغ مين سو كوك تاي هواي فيليز، وكانغ جين ووك، وكيم سيونغ يونغ وليهو، وأكي هيرو لينغا الياباني، بينما في الأمام كيم شين ووك ولي كوان هو في خط المقدمة لقائمة كيم هو كون الكوري الجنوبي مدرب نادي أولسان هيونداي. تصل الكرة أمامية الآن لمصلحة إفسي طوكيو، منقول الكرة في وسط الملعب، محاولة للمرور لكن التغطية موجودة، والكرة عند أكيهيرو لينغا، يفتك الكرة ثم تصل سريعة أمامية لكن أيضا تقطع وتعود على الجهة اليمنى عند اللاعب توكونغا، يلعب الكرة لشيكاوا، تغطية موجودة، وحكم المباراة يعطي خطأ سيد رفشان إرماتوف حكم الأوزبكي، بينما الكرة منقولة إلى الأمام على الجهة اليسرى، محاولة من جانبي يازاوا يحاول المرور، تغطية موجودة عليه، يازاوا يبحث عن تقدم ويلعب كرة إلى الخلف، تصل أمامية، الكرة منقولة في المكان السليم، والكرة تطول وتذهب إلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة مرمى. إلى ضربة مرمى. بينما المدرب بوبوفيتش يتابع. المدرب الصربي، كرة طويلة وإلى الأمام الآن، تغطية موجودة والكرة تبعد وتصل في منتصف الملعب، أقرب إلى لي يونغ، يلعب الكرة لكواك تاي هواي، تقطع وتصل لمصلحة إفسي طوكيو عند كينشي كاجا، يمشي كرة على الجهة اليسرى، طويلة الكرة أمامية، مشاركة بالرأس، كرة تعود في منتصف الملعب، منقولة على الجهة اليمنى، محاولة للمرور والتغطية موجودة، والكرة تعود سريعة وأمامية لمصلعة لي كوان هو، يلعب العرضية بالرأس، ملعوبة لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى سويشي كوندا، عند سويشي كوندا الحارس الياباني. صعب الكرة الماضية كانت لمصلعة أولسان هيونداي، تبعد الكرة الآن إلى خارج أرضية ملعب إلى رمية جانبية سريعة، ملعوبة إلى الأمام بالكعب من كيجياما، تصطدم وتذهب سهلة عند حارس المرمى كيم يونغ كوانغ،
كيم يونغ كوانغ إذن يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام، تغطية موجودة والكرة تعود من جانب لي يونغ، يمر لي يونغ، تمريرة أمامية، محاولة لكن تغطية موجودة، كرة تصل في الخلف، كانغ مينسو، العبها لفيلز على الجهة اليسرى، يمر فيلز ويعيد الكرة إلى الخلف، تصل عند كانغ مينسو، أمامية الكرة طويلة، مرور من جانب لي كوان هو على الجهة اليسرى يحاول وينطلق في كرة لكن التغطية موجودة عليه، حكم المباراة يعطي خطأ، حكم المباراة يعطي خطأ، لاحظ التدخل الموجود من جانب توكونغا، حكم المباراة يعطي خطأ لمصنع تي أولسان هيونداي. خطأ في مكان خطير لمصلحة أولسان هيونداي الآن. بينما الكرة ملعوبة إلى الأمام، عرضية بالرأس والكرة تمر وتصل إلى خارج الملعب، إلى ضربة مرمى لمصلحة اف سي طوكيو الياباني. تقدم إلى الأمام من جانب اللاعب كواك تاي هواي الكابتن، لعب الكرة بالرأس، ذهبت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يلعب الكرة الطويلة وإلى الأمام، مشاركة بالرأس، كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لأولسان هيونداي، محاولات المرور من جانب لي كوان هو، لكن أيضا تمر الكرة وتصل من جديد في الخلف عند فيلز، يحاول المرور، فيلز يتقدم ويلعب كرة في منتصف الملعب منقولة على جهة اليمنى، تقدم وتمريرة بينية من جانب كواك لكن أيضا تقطع وتعود لمصلعة يوني موتو، مشي كرة إلى يوشيكاوا ثم إلى يوهي توكونغا، يوني موتو يعيد الكرة إلى الخلف عند موريشيجي، كوسوكي أوتا يمشي كرة طويلة إلى الأمام لكن تقطع بالرأس وتعود لمصنع أولسان هيونداي، محاولة وكرة منقولة إلى الأمام، ممتازة في المكان السليم عند لي كوان، يلعب العرضية والكرة تصطدم وتمر سهلة عند حارس المرمى، يلعب الكرة السريعة أمامية لمصر من جانب يوشيكاوا، مشي كرة إلى الأمام لكن أيضا تغطية موجودة وكرة عند كواكتاي، يبحث عن تمريرة لمصر تي كانغ مينسو على الجهة اليمنى لمصر تي أولسان هيونداي، أكي هيرو يعيد الكرة إلى ليونغ ثم إلى الخلف عند كانغ عند اللاعب كواك، كواك تاي يبحث عن تمريرة أمامية، يعيد الكرة لكانغ مينسو طويلة إلى الأمام من جانب كانغ مينسو، والراية مرفوعة والتسلل موجود على لي كوان هو مهاجم الكوري الجنوبي، بينما كرة تصل وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة اف سي طوكيو، جانب من الجماهير اليابانية الحاضرة في ملعب المباراة، جماهير اف سي طوكيو حاضرة في ملعب المباراة، كرة تصل إلى الأمام الآن لكن أيضا تقطع الكرة وتعود إلى الخلف من جانب موريشيجي،
يلعب الكرة إلى تاكاهاشي. تاكاهاشي مشي كرة عند كاجا، كينشي كاجا إلى الأمام يشيكاوا، ممتازة التمريرات بين لاعبي كيجيام. الآن يحاول أن ينقل كرة على جهة اليسرى، محاولة لمنصة دي اف سي طوكيو، محاولة المرور والعرضية لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية من جانب كوسوكي أوتا، يلعب الرمية الجانبية السريعة في وسط الملعب، محاولة المرور تخطف الكرة وتذهب مرتدة سريعة لمصات في الإسلام من جانب يونداي، منقولة وفرصة للتسديد والكرة قوية من جانب اللاعب كيم شين ووك لكن كرة إلى خارج الملعب. تسديدة إلى خارج أرضية الملعب من الكوري كيم شين ووك، ذهبت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طويلة إلى الأمام من جانب كانغ مين، تقطع الكرة وتذهب لكوانغ هو، يلعب الكرة لكن أيضا خاطئة وبالتالي تعود من جديد، محاولة لمصنع تي اف سي طوكيو لكن تقطع الكرة من جانب فيلز الكولومبي. افتك الكرة ستيفان فيلز، يلعب الكرة لكانغ جين ووك، تعود الكرة من جديد لفيلز، من جديد يبحث عن تمريرة أمامية، تعود الكرة لفيلز من جديد، ينقل الكرة إلى الأمام، تغطية موجودة، حكم المباراة يشير إلى خطأ، خطأ لمصلحة أولسان هيونداي الكوري على يوني موتو، بينما الكرة ملعوبة من كانغ مينسو. يلعب الكرة لفيلز، تقدم إلى الأمام وينقل الكرة أمامية، تغطية والكرة تعاد إلى حارس المرمى سويشي غوندا حارس اف سي طوكيو، يمشي كرة إلى الأمام في وسط الملعب منقولة يوني موتو، تمريرات بينية بين لاعبي اف سي طوكيو في الخلف، تصل الكرة في وسط الملعب يوني موتو من جديد، تعيد الكرة إلى موري شيجي. موري شيجي مشي كرة عند كينشي كاجا، أمامية ملعوبة، التغطية موجودة، تفتك الكرة وتعود في الخلف أقرب عند كواك تاي، ينقل الكرة ليونغ على جهة اليمنى منقولة إلى الأمام والكرة تطول، تصل الكرة إلى خارج أرضية الملعب ورمية جانبية ملعوبة سريعة في منتصف الملعب الآن لمصلحة الفريق الكوري على الجهة اليسرى. طبعا محاولات ما زالت من جانب الفريقين اف سي طوكيو مع أولسان هيونداي في هذه المواجهة في الجولة الثانية في افتتاح مباريات الجولة الثانية من هذه البطولة دوري أبطال آسيا. مواجهة مهمة للفريقين بعد انتصارين في الجولة الماضية بالنسبة لأف سي طوكيو وأولسان هيونداي الكوري، وهما الفريقان المرشحان للتأهل من هذه المجموعة بعد الانتصار بالنسبة لأولسان هيونداي في الجولة الماضية على فريق الصيني بهدفين مقابل هدف، والآن مباراة على الصدارة بين الفريقين، ومن يسجل انتصار طبعا يذهب للصدارة، لكن أتصور أن الفريقان هما المرشحان للتأهل عن هذه المجموعة في بالنسبة ل هذه المجموعة في المجموعة السادسة مجموعة اف سي طوكيو الياباني كان تأهل على حساب
أو كان انتصر في الجولة الماضية على حساب روار الأسترالي. كرة تصل الآن إلى حارس المرمى، يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام من جانب أولسان هيونداي، لكن تصل الكرة سهلة عند حارس المرمى غوندا. يلعب الكرة السريعة إلى الأمام غوندا، سويشي غوندا حارس مرمى اف سي طوكيو. تصل في وسط الملعب لمصلحة أولسان هيونداي، منقول الكرة طويلة إلى الأمام، محاولة بالرأس من جانب لي كوان هو، لكن التغطية موجودة والكرة تعود من جديد. محاولة وانطلاق الآن وفرصة لمصلحة اف سي طوكيو على الجهة اليمنى، محاولة مرور وتقدم إلى الأمام، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود من جديد لمصلحة أولسان هيونداي. فيلز ستيفان فيلز تقطع الكرة من أمامه وتعود الكرة من جديد وسط الملعب، محاولة افتكاك الكرة لمصلحة أولسان هيونداي، وكرة خطيرة جدا وتسديدة موجودة تصطدم الكرة وتمر إلى خارج أرضية الملعب. من جانب اللاعب كيم سيونغ يونغ، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إيكوان كان في الكرة الماضية لكن اصطدمت الكرة وذهبت إلى ضربة زاوية لمصلحة أولسان هيونداي. فريق الكوري يبحث عن هدف أول وكرة عرضية أمامية، لكن التغطية قبل أن تصل الكرة للي كوان هو، وبالتالي الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، حارس الياباني سيوشي غوندا أبعد الكرة الماضية، تعود الكرة من جديد إلى الخلف. تصل الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كيم شين ووك مهاجم الكوري، بينما كرة أمامية الآن ملعوبة على الجهة اليسرى، محاولة مرور تغطية موجودة على اللاعب كيوسوكي أوتا لاعب الياباني. بالتالي الكرة أمامية وطويلة في وسط الملعب، محاولات الآن من جانبي اف سي طوكيو والتمرير الاماميه، لكن ايضا تغطيه موجوده، تعود كره في منتصف الملعب منقول على جهه اليمنى، لكن ايضا تغطيه بشكل اكثر من رائع، وبالتالي تذهب الكره من جانب كوان هو، يمرر الكره خاطئه ممتازه لمصعد اف سي طوكيو عن طريق اوتانابي، لكن ايضا الكره تقطع وتعود من جديد على الجهه اليمنى عند توكونغا. يمشي كره الى الامام ثم تصل لمصلحة إيشيكاوا ثم إلى توكونغا. يوهي توكونغا يمشي كرة في وسط الملعب، محاولة المرور إيشيكاوا وتسديدة من هذه المسافة لكن إلى خارج أرضية الملعب. إيشيكاوا لاعب الوسط حاول التسديد بالقدم اليسرى من هذه المسافة، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة من مسافة بعيدة. ثلاث نقاط لكل فريق من الجولة الأولى بالنسبة لإف سي طوكيو وأولسان، وطبعا الفريق الياباني كان انتصر على روار الأسترالي في الجولة الماضية، وبالتالي هو يتصدر بفارق الأهداف على حساب أولسان هيونداي. كرة تصل الآن من جديد عرضية أمامية وبالرأس ملعوبة من جانب كيم شين ووك، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الرأسية تمر إلى خارج أرضية الملعب من جانب المهاجم كيم شين ووك مهاجم الكوري، مرت الكرة
إلى خارج أرضية الملعب. اليوم طبعا في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا افتتاح المباريات بهذه المباراة، بينما أدلد يونايتد الأسترالي سيقابل جامبا أوساكا الياباني، وبوهانغ ستيلرز سيقابل بونيود كور الأوزبكي، وان بكين سيقابل نادي أروار الأسترالي ضمن هذه المجموعة، بينما في مجموعات الغرب باختكور مع بنياس، الجزيرة مع الريان، العربي القطري مع الاتحاد السعودي، واستقلال طهران مع ناسف كراتشي الأوزبكي. بالنسبة لمباريات اليوم، بينما أيضا هناك تستكمل المباريات يوم الغد، كرة تصل الآن من جديد عند كيم شين، ينقل الكرة على الجهة اليمنى، محاولة للمرور والتقدم إلى الأمام، والكرة منقولة على الجهة اليسرى، لكن أيضا تغطية موجودة، والكرة تقطع وتعود في وسط الملعب لمصلحة ليهو، ينقل الكرة لكواك تاي هواي، جان استيفان حكم المباراة يشير إلى خطأ، خطأ لمصلحة هيونداي، أوسان هيونداي الكوري، بينما جانب ربما يعني من جماهير قليلة جدا تحضر في ملعب المباراة في الاستاد الأولمبي في طوكيو، الملعب الرسمي لنادي اف سي طوكيو، بينما هذه التمريرة الماضية والخطأ اللي كان لمصلحة كيم سيونغ يونغ، خطأ لمصلحة أوسان هيونداي، يبحث الفريق الكوري عن انتصار في ملعب اف سي طوكيو، لكن خطأ الآن عند كيم سيونغ يونغ، سيلعب الكرة الطويلة إلى الأمام مع تقدم إلى الأمام من جانب لاعبي أوسان هيونداي في محاولة لتسجيل الهدف، بينما كرة ثابتة الآن منقولة إلى الأمام، و خروج حارس المرمى، يلتقط الكرة الماضية سيوشي غوندا، تمر الكرة عند حارس المرمى سيوشي غوندا مع مرور 22 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، لا زالت النتيجة بدون أهداف بين الفريقين، مع محاولات للتسجيل، كرة تمر من جديد لمصلحة اف سي طوكيو، لكن حكم المباراة يشير الى ان الكرة خرجت الى خارج ارضية الملعب. عمي الكرة تمر الى خارج الملعب، رمية جانبية مرة اخرى لمصلحة أوسان هيونداي، منقول الكرة طويلة وإلى الأمام لمصلحة لي كوان هو، لكن التغطية موجودة، والكرة تبعد وتمر إلى خارج الملعب، وصافرة حكم المباراة يشير إلى أن الكرة فيها خطأ مع اعتراض، اعتراض من قبل بوبوفيتش مدرب نادي اف سي طوكيو على الكرة الماضية، كان في إعاقة واضحة من جانب اللاعب الياباني، لكن اعتراض ربما من جانب بوبوفيتش، كرة إلى الأمام الآن، ضغط متواصل من جانب الفريق أوسان هيونداي، لكن لحد الآن بدون أي هدف على مرمى اف سي طوكيو، حكم المباراة يشير إلى كرة فيها ضربة حرة غير مباشرة، كيم هو كون مدرب الكوري الجنوبي لنادي أوسان هيونداي، تصل الكرة من جديد في وسط الملعب من جانب جوان ستيفان، تغطية موجودة من كيسوكي أوتا
ينقل الكرة في وسط الملعب لمصلحة اف سي طوكيو، منقول الكرة في المكان السليم يازاوا يحاول يمرر الكرة ممتازة وفرصة لمصلحة اف سي طوكيو، عرضية أمامية لكن التغطية موجودة والكرة تبعد بالراس إلى خارج الملعب، تبعد الكرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. لمصلحة اف سي طوكيو من الجهة اليسرى ملعوب الكرة ومحاولة لمصلحة ناواتي هانيو، نقول الكرة إلى الأمام لكن تبعد بالرأس وتصل من جديد، ما زالت الفرصة لتوكونغا، يلعب الكرة ثم بينية أمامية، محاولة لمصلحة اف سي طوكيو الآن، محاولة وتسديدة موجودة لكن كرة إلى خارج الملعب بهذا الشكل، التسديدة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب واتنابي، سدد واتنابي بالقدم اليسرى لكن كرة بعيدة جدا وإلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى عند الحارس كيم يونغ أكوانغ. تصل الكرة من جديد على الجهة اليمنى عند اللاعب يوهي تونوكا، في وسط الملعب طويل الكرة ملعوبة إلى الأمام، أقرب إلى حارس المرمى غوندا، غوندا من جديد يلعب كرة أمامية وتمر الكرة إلى خارج أرضية ملعب إلى رمية جانبية، كان يعني الكرات الماضية خطيرة على المرمى، بالنهاية الكرة خرجت إلى خارج أرضية الملعب بينما الكرة منقولة إلى الأمام وفرصة لمصلحة أولسان هيونداي، عرضية وكرة خطيرة جدا على المرمى لكن مرت سليمة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، مرت الكرة خطيرة جدا في الكرة الماضية، كان من الممكن أن يستفيد منها لكن كانت الكرة طويلة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى عند غوندا، يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام غوندا، الكرة تعاد إلى حارس المرمى كيم يونغ كوانغ، يلعب كرة بشكل خطير على المرمى لكن تبعد الكرة من كواك تاي، طويلة إلى الأمام عند لي كوان هو يحاول المرور ثم يمرر الكرة، التغطية موجودة عليه والكرة تعود من جديد لمصلحة اف سي طوكيو، التغطية بشكل أكثر من رائع من جانب تاكاهاشي لكن تعود الكرة من جديد إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة أولسان هيونداي. الفريق اللي في سجله بطولة دوري أبطال آسيا 2006 أولسان هيونداي وعديد من الفرق الكورية حققت لقب البطولة، لكن أولسان هيونداي حقق البطولة عفوا في 2006 لم يكن أولسان هيونداي، وإنما طبعا أولسان هيونداي تأهل إلى نصف النهائي بعد ذلك خرج، لكن عموما الكرة تصل إلى الأمام الآن، محاولة وانطلاقة
على الجهة اليمنى، تطول الكرة وتذهب إلى خارج الملعب. فرسان هيونداي نعم ذهب إلى المباراة النهائية وانتصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2006 نعم، لكن في البطولة ليست هذه البطولة وإنما بطولة تقام على مستوى شرق آسيا على حساب داليان الصيني، كان مشارك جنب أوساكا في تلك البطولة، بطولة تقام فقط على مستوى شرق آسيا. نصف ساعة مرت من زمن شوط المباراة الأول والنتيجة لا زالت سلبية بدون أهداف بين الفريقين. محاولات جارية من قبل أولسان، أشاهد الفريق اللي يتقدم ويبحث عن هدف، لكن لحد الآن هو الأفضل فيما مر من شوط المباراة الأول، لكن بدون أي هدف على مرمى الفريق الياباني. كرة تصل الآن من جديد، محاولة وانطلاقة أمامية من جانب اف سي طوكيو للتقدم إلى الأمام، والكرة تصل في وسط الملعب عند يازاوا، تعود الكرة إلى الخلف عند كيسوكي أوتا، تقطع الكرة وتذهب سريعة وإلى الأمام، محاولة خطيرة جدا وفرصة لمصلحة أولسان هيونداي في المكان، لكن لا، ضاعت الكرة بعد هذه التمريرة من جانب كيم شين ووك. كان من الممكن أن يسدد مباشرة على المرمى، لكن قطعت الكرة من أمامه وعادت مرتدة سريعة لمصلحة اف سي طوكيو. محاولة على الجهة اليمنى للعب كرة عرضية جانب ياشيكاوا، يلعب الكرة إلى الخلف عند توكونغا ثم إلى ياشيكاوا، طويلة إلى الأمام، التغطية موجودة والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، تبعد من أمام ياشيكاوا. إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عند توكونغا، تعود لتوكونغا من جديد، مشي كرة إلى الأمام، حاول لعب كرة عرضية لكن أيضا التغطية موجودة. حكم المباراة يشير إلى خطأ، خطأ على يونيموتو جانب من جماهير الفريق الياباني الحاضرة في ملعب المباراة. بينما مدرب بوبوفيتش، مدرب رانكو بوبوفيتش، مدرب نادي اف سي طوكيو صاحب ال 44 سنة، مدرب الصربي، مدرب اللي يقود اف سي طوكيو طبعا منذ بداية هذه السنة في يناير 2012. حكم المباراة يشير إلى خطأ، ملعوب الكرة سريعة، تاكاهاشي يلعب الكرة لكينشي كاجا، الكرة على الجهة اليسرى، تعود الكرة من جديد في وسط الملعب لمصلحة اف سي طوكيو، تمريرة إلى ياشيكاوا منقولة على الجهة اليمنى ثم إلى توكونغا، يلعب الكرة لتوكونغا من جديد، يحاول المرور، تغطية موجودة عليه، عرضية من جانب توكونغا والكرة تبعد بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. توكونغا مرة ولعب العرضية الخطيرة جدا لمصلحة اف سي طوكيو، لكن التغطية موجودة والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية لمصلحة اف سي طوكيو. ضربة زاوية على يمين حارس المرمى كيم يونغ كوانغ حارس المرمى، يلعب الكرة إلى الأمام وفرصة لعب كرة بالرأس، لكن أيضا تعود الكرة من جديد.
الباص السريعه عند ليك وان، هو يمشي كره الى الامام، حاول على الجهه اليمنى الان ومحاوله للمرور والتقدم الى الامام، لكن ايضا مطالبه بخطا، لكن حكم المباراه لا يشير الى ذلك. كره تمر وتصل الى لمصلحة اف سي طوكيو في وسط الملعب. 35 دقيقة وعشر دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول، والنتيجة لا زالت سلبية. كرة تصل عند إيشيكاوا، ممتازة، يلعب الكرة إلى الأمام، إيشيكاوا في المكان السليم، محاولة للمرور لكن التغطية موجودة والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية لمصلحة كيجي ياما. ضربة زاوية عند كيجي ياما، يلعب الكرة ممتازة ومحاولة للتسديد الآن لكن تأخر ولعب الكرة مباشرة في المرمى. هدف أول لمصلحة اف سي طوكيو، هدف أول لمصلحة اف سي طوكيو، ممتازة جدا، ممتازة الكرة عن طريق يوهي توكونغا، يلعب كرة مباشرة في المرمى بعد المرور خادع حارس المرمى وسجل الهدف الأول لمصلحة اف سي طوكيو. هدف أول بعد هذه الكرة الممتازة الملعوبة من ضربة الزاوية لمصلحة توكونغا، مر ولعب الكرة بشكل مخادع بطريقة أكثر من رائعة بصراحة. توكونغا، يوهي توكونغا الياباني، يسجل هدف صاحب ال 25 سنة، لاعب الدولي في منتخب اليابان عند 7 مباريات دولية. هدف جميل جدا بصراحة بعد المرور ومخادعة حارس المرمى، ولعب الكرة من فوق الحارس الكوري كيم يونغ كوان. تالي الهدف الأول لمصلحة اف سي طوكيو. تعود الكرة من جديد في وسط الملعب، يشيكاوا يحاول المرور، تغطية موجودة عليه والكرة تصل عند جوان فيليز، منقولة إلى الأمام، مشاركة بالرأس والكرة في وسط الملعب، محاولة لمصلحة اف سي طوكيو لافتكاك الكرة من جانب المدافع تاكاهاشي، وحكم المباراة الأوزبكي إرماتوف ربما يعطي بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لمصلحة تاكاهاشي. حكم المباراة يستدعي تاكاهاشي. ويمنح البطاقة الصفراء بينما خطأ لمصلحة أولسان هيونداي. الكرة عند ليهو، هذه الكرة الماضية والاشتراك، بين تاكاهاشي وبين اللاعب ليهو، بينما خطأ الآن، خطأ الآن عند فيليز، سيلعب الكرة الأمامية داخل المنطقة وتقدم إلى الأمام من جانب لاعبي أولسان هيونداي في محاولة للعودة وتسجيل هدف تعادل قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول. تقطع الكرة وتصل سريعة من جانب ياشيكاوا، يبحث عن تمرير على الجهة اليسرى، ممتاز الكرة منقولة إلى الأمام، تمر وتصل ممتازة لمصلحة اللاعب يازاوا، يمرر الكرة بشكل خاطئ وبالتالي تقطع الكرة وتعود سريعة وأمامية بالرأس ملعوبة في وسط الملعب من جانب تاكاهاشي. نقول الكرة على الجهة اليسرى، تقطع من يازاوا وتذهب مرتدة سريعة لمصلحة لي كوان هو، يحاول المرور كوان هو، التغطية موجودة عليه من جانب تاكاهاشي، افتكاك الكرة بشكل ممتاز ثم المرور من جانب
اللاعب يازاوا ينقل الكرة إلى ياشيكاوا على الجهة اليمنى، انطلاقة ومحاولة مرور من جانب ياشيكاوا، لكن الكرة بالنهاية تصل إلى حارس المرمى كيم يونغ كوانغ الحارس الكوري. سريعة الكرة إلى الأمام لكنها أقرب إلى يد حارس المرمى سيوشي غوندا، سهلة عند سيوشي غوندا، يلعب الكرة إلى يوني موتو في وسط الملعب. تغيير اتجاه اللعب عند ياشيكاوا لكن التغطية موجودة، حكم المباراة يشير إلى خطأ، خطأ موجود على كيجي ياما اللاعب وسط نادي اف سي طوكيو، بينما الكرة منقولة على جهة اليمنى. تاكاهاشي تحصل على كارت أصفر بسبب اشتباك مع لاعب نادي أوزان هيونداي. كرة تصل عند فيليز، أيضا اللاعب ليهو من جانب أولسان هيونداي هو الآخر تحصل على كرت أصفر، بينما كرة منقولة الآن تقطع وتعود من جانب واتنابي. سريعة وإلى الأمام وفرصة لمساتي أولسان والتسديدة تصل من جديد عند لي كوان هو. طويلة أمامية وفرصة لمصلحة ياشيكاوا، التغطية موجودة من جانب كانغ مين سو، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. جانب من جماهير اف سي طوكيو الحاضرة في ملعب المباراة. تصل من جديد ممتازة وتسديدة من هذه المسافة لكن الكرة بعيدة جدا من جانب يوني موتو. خارج أرضية ملعب ضربة مرمى عند كيم يونغ كوانغ، طويلة إلى الأمام من جانب حارس المرمى ومشاركة بالرأس، والكرة تصل في وسط الملعب منقولة من جانب تاكاهاشي. كينشي كاجا المدافع يلعب كرة إلى الأمام، فرصة الآن لمصلحة اف سي طوكيو لكن الكرة تمر من أمام اللاعب يازاوا وتذهب سريعة لمصاتي أولسان على الجهة اليمنى. انطلاقة أمامية ومحاولة للتقدم الآن على الجهة اليمنى من جانب اللاعب لي يونغ، ينقل كرة إلى الأمام فرصة لكن لاحظ التمريرة المعادة إلى الخلف بهذا الشكل وبالتالي تبعد وتعود من جديد لمصلحة أولسان. ما زال أولسان يبحث عن العودة ويبحث عن هدف التعادل، هدف مباغت سجل اللاعب يوهي توكونغا بشكل كان مفاجئ لحارس المرمى، لعب الكرة من فوق حارس المرمى في مكان أيضا كان مضايق من قبل لاعبي أولسان، كان لعب الكرة بشكل أكثر من رائع وسجل الهدف الأول لمصلحة اف سي طوكيو. كرة طويلة وإلى الأمام الآن منقولة لكن تطول على اللاعب الكوري لي كوان هو، وتذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة اف سي طوكيو من الجهة اليمنى. العبة لياشيكاوا على الجهة اليمنى عرضية أمامية لكن أقرب الكرة إلى يد حارس المرمى الكوري كيم يونغ كوانغ. طويلة إلى الأمام بالرأس، تغطية موجودة وبالتالي الكرة تصل عند تاكاهاشي. مشي كرة ليشيكاوا ثم إلى تاكاهاشي لكن أقرب إلى لاعب أولسان هيونداي، يطلب الكرة اللاعب لي كوان هو، تعود للكرة من جديد لكن أيضا التغطية موجودة
وكرة تصل في وسط الملعب لمصلحة واتانابي. يمشي كرة على الجهة اليسرى. اف سي طوكيو في شوط المباراة الأول يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الفريق اللي يلعب المباراة على ملعبه وعينه على الصدارة. إذا ما سجل انتصار سيذهب إلى النقطة السادسة، بينما كرة عرضية إلى الأمام الآن، تغطية موجودة والكرة تبعد. حكم المباراة يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بديل لشوط المباراة الأول. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية ملعوبة سريعة وإلى الأمام، تصطدم الكرة وتذهب إلى ضربة زاوية. كاجا حاول أن يلعب الكرة لكن اصطدمت وذهبت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة زاوية لمصلحة ياشيكاوا. الآن سيلعب الكرة العرضية من ضربة الزاوية ياشيكاوا مع الدقيقة الأخيرة من الوقت حتى البديل المقدر من قبل حكم المباراة. وصافرة حكم المباراة الآن سيد رفشان إرمتوف تنطلق وتعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم اف سي طوكيو بهدف مقابل لا شيء على حساب أولسان هيونداي الكوري. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إلى نلقاكم في شوط المباراة الثاني، تحيتي وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر الجزيرة الرياضية، سعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية طيبة لكم في هذا اللقاء. بعد أن انتهى شوط المباراة الأول ونحن طبعا ننتظر بداية شوط المباراة الثاني، اف سي طوكيو الياباني يستضيف أولسان هيونداي في افتتاح الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا في هذه السنة، بعد أن انتصر اف سي طوكيو على روار الأسترالي في مباراة الجولة الأولى، وانتصر أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على وان باكين الصيني. يلتقي الفريقان في الجولة الثانية و في انتظار طبعا بعد أن انتهى شوط المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء لمصلحة اف سي طوكيو عن طريق اللاعب يوهي توكونغا، بعدما تقدم إلى الأمام من كرة كانت من ضربة زاوية لعبت، تقدم توكونغا من خارج منطقة 18 ولعب كرة من فوق حارس المرمى، هدف أول لمصلحة اف سي طوكيو. لكن الآن شوط المباراة الثاني، أولسان هيونداي على يسار السادة المشاهدين بينما اف سي طوكيو على يمين السادة المشاهدين، وفي انتظار أن نشاهد شوط ثاني أكثر إثارة وأكثر ندية على اعتبار أن الفريق الكوري أكيد أنه يريد أن يسجل هدف التعادل. والآن خطأ مع الدقيقة الأولى لشوط المباراة الثاني، خطأ على اللاعب كوسوكي أوتا، خطأ على أوتا ظهير الأيسر لنادي اف سي طوكيو، بينما الخطأ عند اللاعب كيم سيونغا يونغ من جانب أولسان هيونداي. سيلعب الكرة العرضية ربما تشكل خطورة، ربما يستطيع أولسان هيونداي أن يسجل هدف تعادل من هذه الكرة. خطأ الآن موجود، ملعوبة إلى الأمام لكن أيضا تغطية موجودة، عادت الكرة من جانب فيليز، يلعب الكرة لكيم سيونغ ثم إلى أكيهيرو الياباني المحترف في نادي أولسان، تبعد الكرة وتمر وتصل إلى خارج أرضية الملعب، تمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية ملعوبة سريعة، أقرب لي كوان هو، تقطع الكرة من جانبية شيكاوا، ينطلق إلى الأمام شيكاوا في فرصة
ويمرر كرة إلى واتنابي، لكن طالت الكرة تطول على واتنابي وتمر الكرة لمصلحة طويل الكرة إلى الأمام أقرب للمدافع نوري شيجي. كانغا مينسو يلعب الكرة لوسط الملعب، تعود من جديد لكانغ، يمشي كرة لزميلة كواك تاي هواي إلى فيليز في وسط الملعب، يبحث عن كرة طويلة وإلى الأمام، مشاركة بالرأس من جانب كيم شين ووك، لكن حكم المباراة يشير إلى تسلل. الكرة الماضية كان لعب الكرة بالرأس كيم شين ووك، لكن كان تسلل موجود. حكم المباراة يعطي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة اف سي طوكيو الياباني عند حارس المرمى سويشي غوندا. يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام غوندا، تبعد بالرأس إلى رمية جانبية لمصلحة اف سي طوكيو من الجهة اليمنى. كينشي كاجا ينقل الكرة الطويلة إلى الأمام، لكن أقرب لأكواكتاي. يلعب الكرة لليون طويلة وأمامية بالرأس، تبعد في وسط الملعب من جانب يوني موتو. منقولة طويلة وإلى الأمام، فرصة لمصلحة واتنابي الآن، يبحث عن مرور ويمشي كرة في المكان ياشيكاوا. يلعب كرة لكن أيضا تعود عند تاكاهاشي. يلعب الكرة لياشيكاوا على الجهة اليمنى، يحاول اللحاق بالكرة، تغطية موجودة عليه. ياشيكاوا يلعب كرة أمامية ممتازة، لكن أيضا تغطية موجودة والكرة تبعد وتصل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية ملعوبة سريعة تقطع من فيلز، تعود من جانبي يزاوا. فيلز من جديد يمر في كرة ويلعب كرة أمامية. لكن أقرب إلى يد حارس المرمى. يلعب الكرة السريعة تاكاهاشي، مشي كرة تصل عند كينشي كاجا عن جهة اليمنى يوهي توكونغا اللاعب اللي سجل الهدف الأول في المباراة وهو الهدف الوحيد لحد الآن، بينما الكرة إلى الأمام الآن منقولة وفرصة، لكن أيضا تغطية والكرة تصل من جانب يازاوا، تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يشير إلى رمية جانبية الآن ملعوبة سريعة لمصلحة أولسان هيونداي. منقول الكرة إلى الأمام، محاولة لي كوان هو، لكن أيضا تقطع الكرة وتعود. خطأ بعد التدخل على واتانابي في هذه الكرة ورفشان إير ماتوف يمنح البطاقة الصفراء للاعب كانغ مينسو دافع الكوري. هذه الكرة الماضية والتدخل الموجود والخطأ
لمصلحة كانغ مينسو. خطأ واضح وكرت أصفر على كانغ مينسو. خطأ لمصلحة اف سي طوكيو. جانب من الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة تشجع وتعازر وتأمل لأن تشاهد فريقها ينتصر في هذه المباراة، وبالتالي الانتصار يعني الصدارة، الانتصار يعني الصدارة. اف سي طوكيو سيذهب إلى جوان بكين في الجولة القادمة، الجولة الثالثة، لأن يقابل نادي جوان بكين الصيني في الجولة الثالثة، بينما أولسان هيونداي سيقابل أروار الأسترالي في كوريا. بعد أن سجل انتصار في الجولة الأولى، أولسان الآن لحد الآن يخسر ويحاول أن على أقل تقدير أن يخرج متعادلا من هذه المباراة. كرة إلى الأمام الآن منقولة لي كوان هو على الجهة اليمنى، يحاول المرور، تغطية موجودة عليه والكرة تقطع من موريشيجي. يلعب الكرة تصطدم وتمر إلى خارج الملعب. محاولة المرور الآن يازاوا، تقطع الكرة من جانب جوان فيلز، ثم يوني موتو، تقطع الكرة من أمامه، تعود سريعة لمصاتي أولسان، فرصة خطيرة وخطأ في مكان خطير جدا، خطأ في مكان خطير جدا لمصلحة أولسان هيونداي. اللاعب المتقدم إلى الأمام كانغ مينسو تعرض لإعاقة في هذا المكان، وبالتالي خطأ في مكان خطير لمصلحة أولسان هيونداي الكوري. بإمكانها أن يسجل هدف تعادل من هذا المكان. خطأ الآن لمصلحة أولسان هيونداي مع تغيير لمصلحة الفريق الكوري. البرازيلي سيدخل في التشكيلة. البرازيلي مارين هاو لمصلحة أولسان هيونداي الآن في مكان خطير جدا وعلى القوس. هل يستطيع أولسان أن يسجل من هذا المكان هدف التعادل؟ تواجد أكي هيرو الياباني، بينما الكرة في هذا المكان الخطير، ملعوب الكرة لكن أيضا تصطدم بحائط الصد الياباني وتذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب مع تغيير قادم بالنسبة لأولسان هيونداي. مارين هاو البرازيلي يدخل مكان كيم شين ووك. مارين هاو إذن البرازيلي يدخل في تشكيلة أولسان صاحب 27 سنة. لاعب نادي طوكيو فريدي الياباني سابقا. كرة تصل الآن من جديد ومحاولة للتقدم إلى الأمام، لكن أيضا تقطع الكرة وتصل سريعة وأمامية منقولة لمصلحة يازاوا على الجهة اليسرى، لكن أيضا تقطع الكرة وتدخل موجود وحكم المباراة يشير إلى خطأ. خطأ تدخل في الكرة الماضية على اللاعب كواكتاي هواي كابتن أولسان هيونداي، وبالتالي الحكم يعطي خطأ والكرة ملعوبة سريعة. كيم يونغ كوانغ حارس المرمى
مشي كرة لكانغ مينسو. ميلاكواك يلعب كرة تصطدم وتمر تعاد بالرأس إلى حارس المرمى. يلعب الكرة السريعة إلى الأمام تبحث عن مارين هاو، لكن تسلل موجود على البرازيلي. تسلل موجود و الكرة عند اللاعب موريشيجي، ينقل الكرة إلى ياشيكاوا على الجهة اليمنى، تطول الكرة بمتابعة كانغ جين ووك، تذهب الكرة إلى رمية جانبية. تذهب الكرة إلى رمية جانبية عند كانغ جين ووك. يلعب الكرة لفيليز، ثم أمامية مشاركة بالرأس والكرة تعود من جانبي يازاوا على الجهة اليمنى، عرضية وفرصة ليازاوا الآن من لمسة واحدة، لكن أيضا تقطع من ليهو. افتكاك الكرة من جانبي أولسان هيونداي، والكرة تعود من جديد عند كينشي كاجا. يلعب الكرة إلى الأمام خاطئة وتقطع لمصلحة الفريق الكوري عند كان مينسو. يلعب الكرة لكواك تاي ثم إلى الأمام أقرب للي كوان هو. حكم المباراة سيد رافشان إرماتوف يشير إلى خطأ. الكرة ملعوبة إلى الأمام، محاولة المرور والتقدم، تصل الكرة عند أكي هيرو. يلعب الكرة إلى الخلف جانبي اللاعب ليونغ، يعيد الكرة ثم تصل من جديد على الجهة اليسرى عند كانغ جين ووك. محاولات الآن من جانبي فيليز، يملك الكرة ويمشي كرة بينية أمامية في المكان السليم عند اللاعب لي كوان، لكن أيضا تغطية موجودة والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة أولسان هيونداي. من جانبي فيليز يملك الكرة فيليز ويحاول أن يمر، تغطية موجودة عليه والكرة تمر وتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. طالت الكرة على الكولومبي جوليان إستيفان فيليز، عادت الكرة من جديد عند مارين هاو. منقول الكرة على الجهة اليسرى، محاولة لمصلحة أولسان والتمريرة بينية وخطيرة وفرصة، لكن التسلل موجود على مارين هاو في الكرة الماضية. تسلل موجود على مارين هاو في الكرة الماضية وضربة حرة غير مباشرة. لاحظ هذه الكرة الملعوبة البينية وخروج المدافع كيشي كاجا في اللحظة الأخيرة، وبالتالي تواجد في موقف متسلل اللاعب البرازيلي مارين هاو، وحكم المباراة رفع الراية مباشرة. ربع ساعة مرت من زمن شوط المباراة الثاني والنتيجة لا زالت تقدم أولسان هيونداي بهدف مقابل لا شيء. حكم المباراة يعطي خطأ الآن، خطأ لمصلحة أولسان هيونداي. تغيير قادم لإف سي طوكيو. هاسيغاوا يدخل مكان ويني موتو. التغيير الأول للمدرب بوبوفيتش. كرة إلى الأمام الآن بالرأس، تغطية موجودة والكرة تترك من جانب كواك تاي هواي إلى رمية جانبية لمصلحة أولسان. ملعوب الكرة سريعة إلى الأمام، حكم المباراة يشير إلى خطأ لمصلحة لي كوان هو. خطأ لأولسان هيونداي.
كرة سريعة في وسط الملعب لمصلحة أولسان هيونداي. تمر الكرة وتصل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، وتغيير قادم لأولسان. أكيهيرو إلى خارج الملعب، لاعب بارك سيونغ سيدخل. كان أكيهيرو لينغا بارك سيونغ في تشكيلة الفريق الكوري، يدخل في التغيير الثاني للمدرب كيم هو كون. تعود الكرة من جديد لمصلحة اف سي طوكيو، تمريرة من كوسوكي اوتا ممتازة من لمسة إلى اوتا، محاولة لكن تقطع الكرة، تصل ليازاوا يحاول المرور، تغطية موجودة عليه، الكرة تبعد من أمامه إلى رمية جانبية لمصلحة اف سي طوكيو من الجهة اليسرى، ملعوب الكرة إلى الأمام، محاولة المرور ثم التغطية موجودة والكرة تمر وتذهب إلى رمية جانبية. جانب من الجماهير اليابانية الحاضرة في ملعب المباراة، فريقها منتصر لحد الآن بهدف مقابل لا شيء، والأمور طيبة للفريق الياباني. كرة عرضية إلى الأمام لكن تبعد بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية لمصلحة اف سي طوكيو على يسار حارس المرمى الكوري كيم يونغ كوانغ، رابع ضربة زاوية لمصلحة طوكيو، بينما ضربة زاوية واحدة كانت لأولسان هيونداي الكوري. ضربة الزاوية على يسار الحارس كيم يونغ الآن، طالب بتراجع اللاعب البرازيلي مارينهاو. كرة تلعب وتصل عند ياشيكاوا، تعاد الكرة إلى الخلف، تصل من جديد عند تاكاهاشي في وسط الملعب كيجياما، وعاد الكرة إلى تاكاهاشي إلى الخلف عند حارس المرمى سوشي غوندا، يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام، مشاركة بالرأس من جانب كيجياما، الكابتن كيجياما. لاعب وسط نادي اف سي طوكيو صاحب 26 سنة. كرة تصل الآن من جانب كواكتاي، منقولة الكرة لكانغ مينسو، يعود الكرة إلى حارس المرمى، مشاركة بالرأس والكرة تصل عند كيجياما، تمريرة ممتازة على الجهة اليسرى الآن. يازاوا يحاول المرور، يمر يازاوا يمر الكرة لكن لاحظ التبريرات الخاطئة الكثيرة من جانب الفريقين، وصول ما في وصول للمرمى من جانب اف سي طوكيو ومن جانب أولسان، كل الكرات تقطع قبل أن تصل إلى المنطقة الخطرة في منطقة 18 مثلا، لكن ما في فرص على أي من المرميين بصراحة في شوط المباراة الثاني، حتى في الشوط الأول يعني فرص قليلة جدا. طويل الكرة إلى الأمام بالرأس لي كوان، هو يحاول لكن تغطية موجودة عليه، الكرة تصل في منتصف الملعب، انطلاقة من جانب هاسيغاوا، يلعب الكرة لياشيكاوا، محاولة للتسديد الآن والكرة تصطدم وتعود من جديد عند ياشيكاوا، تقطع الكرة من أمامه وتصل سريعة وأمامية على الجهة اليمنى لمصلحة البديل بارك سيونغ. يمر بارك ويمشي كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة متاحة لمصلحة أولسان هيونداي، والكرة بالنهاية إلى يد حارس المرمى غوندا.
إلى يد حارس المرمى جوندا، يلعب الكرة السريعة في وسط الملعب. غاسيغاوا يمشي كرة إلى ياشيكاوا إلى الأمام، محاولة لمصنع تيازاوا الجهة اليسرى، يحاول المرور، تغطية موجودة عليه. يازاوا يمر ويلعب الكرة لأوتا وسط الملعب. هاسيغاوا غير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى في المكان السليم عند يوهي توكونغا لصاحب الهدف الوحيد في المباراة، بينما كرة من تسديدة وفرصة خطيرة جدا لمصلعة اف سي طوكيو، التسديدة عن طريق كيجياما. كيجياما يسدد كرة مباشرة على المرمى بهذا الشكل، وحارس المرمى يتدخل لكيم يونغ كوانغ، يبعد الكرة الماضية كانت خطيرة جدا على مرمى أولسان هيونداي، كان من الممكن أن يكون الهدف الثاني، لكن تغيير قادم الآن. نواتاكي على الخط، فيلز يسقط على أرضية الملعب، بينما تغيير يازاوا إلى خارج أرضية الملعب. نواتاكي يدخل، نواتاكي مكان يازاوا في تشكيلة المدرب الصربي بوبوفيتش. يدخل نواتاكي اللاعب اللي لعب لمنتخب اليابان 22 مباراة دولية أو 17 مباراة دولية عفوا. كرة تصل الآن من جديد، مشاركة بالرأس وكرة عند نواتاكي، تسديدة ضعيفة جدا إلى خارج الملعب، تسديدة ضعيفة جدا من اللاعب البديل، والكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. بينما تغيير قادم لأولسان هيونداي لي جاي سيونغ، يدخل مكان فيلز. التغيير الثالث للمدرب كيم هوكو، يجري تغيير الثالث بينما كرة تصل إلى الأمام الآن، انطلاقة لمصلحة ياشيكاوا على الجهة اليسرى، يحاول المرور ياشيكاوا، يلعب الكرة لحاسيغاوا ثم إلى أوتا. حاسيغاوا تاز الكرة إلى الأمام في المكان السليم، فرصة لمصلحة اف سي طوكيو الآن، والتمريرة بشكل خاطئ، تقطع الكرة وتعود لمصلحة أولسان هيونداي، محاولة للمرور ثم إعادة الكرة إلى الخلف، طويلة الكرة من جانب كانغ مينزو، بعيدة جدا وأقرب إلى توكونغا، يلعب الكرة إلى الخلف. هذا التغيير اللي حدث لجاي سيونغ، دخل مكان فيلز الكولومبي، خرج مصاب، 20 دقيقة متبقية على النهاية. كرة إلى الأمام الآن ومنقولة تعاد بالرأس إلى يد حارس المرمى كيم يونغ كوانغ. ليون إلى كواك، كانغ مين سو على الجهة اليسرى، يعيد الكرة إلى حارس المرمى. اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا هذه السنة، بعد أن لعبت الجولة الأولى. في الجولة الأولى بالنسبة لـ اف سي طوكيو وأولسان هيونداي، انتصاران وثلاث نقاط لكل فريق على حساب الفريق الكوري جوان بكين وأرور الأسترالي، لكن في هذه الجولة يلتقي الفريقان المنتصران في إطار المجموعة السادسة، دلتا يونايتد مع جامبا أوساكا أيضا في الجولة الثانية، بوانغ ستيلرز مع بونيوت كور، وان بكين مع روار الأسترالي ضمن نفس هذه المجموعة، بينما في مجموعات الغرب باختكور مع بنياس
الجزيرة الإماراتي مع الريال القطري والعربي القطري مع الاتحاد السعودي، واستقلال طهران مع للأسف كراتشي الأوزبكي. هذه مباريات اليوم، بينما مباريات يوم الغد سنترال كوست الأسترالي مع ناغويا جرامبس الياباني، شيون غنام مع تيدا الصيني، كاشيوا ريسول مع جومبوك الكوري، غوانزو الصيني مع بوريرام يونايتد التايلندي، بينما بيروزي الإيراني مع الشباب الإماراتي، والغراف القطري مع الهلال السعودي، والنصر الإماراتي مع الأخوية، الأهلي السعودي مع سبهان أصفهان الإيراني. مباريات يوم الغد في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في هذه السنة. ربما توزيع المقاعد كان على غير ما كان في السابق، في حينما كان طبعا تلعب اليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وإيران والإمارات بأربع مقاعد، أصبحت في هذه السنة لأول مرة قطر أربعة مقاعد مع اليابان فقط. بينما الكرة إلى الأمام الآن، ياشيكاوا يحاول يلعب العرضية، تصطدم الكرة وتمر إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية سأتحدث بالتفصيل عن المقاعد اللي منحت للدول في آسيا بعدما تغير نظام توزيع المقاعد. بعدما كما ذكرت كان أربع مقاعد: السعودية وكوريا واليابان والإمارات وإيران، مقاعدين قطر وأوزبكستان وأستراليا. تغيرت الأمور بينما ضربة زاوية الآن ملعوبة لمصر، هاتي إف سي طوكيو ملعوبة بالرأس في مكان، فرصة خطيرة وسهلة عند يد حارس. طبعا هذه السنة أربع مقاعد فقط لليابان وقطر، بينما ثلاث مقاعد كانت للسعودية وكوريا والصين والإمارات، مقعدين لكل من أستراليا وإيران وأوزبكستان. طبعا مقعدان مباشرة لمرحلة المجموعات: أوزبكستان، إيران، أستراليا، مقعد واحد لتايلاند أو ثلاث مقاعد عفوا لأوزبكستان، مقعد ثالث مع مجموعات الشرق، مقعدين مع الغرب ومقعد مع الشرق. كرة تصل على الجهة اليمنى الآن، عرضية أمامية وفرصة خطيرة، لكن أيضا تغطية موجودة. بينما طبعا إضافة إلى مقعدين لإيران في التصفيات، مقعد للسعودية ومقعد للإمارات ومقعد لأوزبكستان. بينما مقعد آخر في التصفيات لكوريا وأستراليا وتايلاند وإندونيسيا. كوريا أصبحت في مرحلة مجموعات أربع مقاعد بعدما تأهل بوهانغست الأرس الكوري. إيران أصبحت ثلاث مقاعد بعد تأهل الاستقلال الإيراني من مرحلة التصفيات. كرة تصل الآن على الجهة اليمنى، طويل الكرة إلى الأمام و تغطية موجودة، والكرة تمر وتصل إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى لمصلحة كيم يونغ كوانغ. طويل الكرة إلى الأمام، مشاركة بالرأس من جانب كينشي كاجا، تمريرة من أوتا تصل لأوتا من جديد، يعيد الكرة إلى الخلف، تمريرة أمامية تصطدم الكرة بحاسيغاوا وتذهب إلى خارج الملعب. محاولة
حاولت مرور لكن التغطية موجودة والكرة تمر إلى رمية جانبية. لعبة سريعة من إلى الخلف عند حارس المرمى جوندا، يلعب الكرة إلى الأمام لكن أيضا تقطع وتصل عند واتانابي، يمكن الكرة على الجهة اليمنى عند يوهي توكونغا. تمريرة بينية وتطول الكرة على نواتاكي وتمر الكرة إلى خارج الملعب. طالت على نواتاكي وذهبت إلى خارج أرضية الملعب بينما الكرة تعود في منتصف الملعب من جانبي اللاعب لي كوان هو الكوري. ينقل الكرة على جهة اليسرى، محاولة للتقدم إلى الأمام من جانبي كيم سيونغ يونغ على الجهة اليسرى، يحاول لكن تقطع الكرة من أمامها ولا وجود لخطأ، والكرة أمامية ملعوبة تصل عند هاسيغاوا. ينقل الكرة عند نواتاكي على الجهة اليسرى، يحاول المرور، نواتاكي يتأخر والكرة تقطع من أمامه وتصل من جانبي مارينهاو البرازيلي. يمر ويمشي كرة بينية لكن تقطع الكرة من أمامه وتبعد إلى خارج الملعب. ضربة زاوية لمصلحة أولسان هيونداي، أربع مشجعين فقط جانبي محبي أولسان هيونداي حاضرين في ملعب الإمارات مشجعون، لكن لحد الآن فريقهم خاص هم حاضرين من كوريا للتشجيع، لكن فريقهم خاسر لحد الآن من أمام اف سي طوكيو بهدف مقابل لا شيء. مع تبقي 10 دقائق فقط على النهاية، كرة طويلة وإلى الأمام الآن تعاد إلى حارس المرمى كيم يونغ كوانغ، طويلة وأمامية شارك بالرأس والكرة خطيرة، وخمس لاعبين من جانب الفريق الكوري وفرصة وبالجول، بالجول هدف تعادل، هدف تعادل عن طريق كيم سيونغ يونغ، يسجل هدف التعادل للفريق الكوري بعد الكرة المرتدة السريعة جدا، وبالتالي هدف التعادل لمصاتي أولسان هيونداي. صمد الفريق الياباني كثيرا أمام الفريق الكوري لكن بالنهاية هذه الكرة الملعوبة، لاحظ التغطية لم تكن جيدة من قبل مدافعين الفريق الياباني من حارس المرمى ولعبة طويلة، لاحظ خمس لاعبين كوريين وبالنهاية الهدف يسجل عن طريق كيم سيونغ يونغ، هدف التعادل. فرحة المدرب كيم هو كون بهدف التعادل، تالي تعود الأمور إلى التعادل هدف لهدف. بوبوفيتش مدرب اف سي طوكيو أكيد أن غير راضي على النتيجة لأن فريقه كان يتقدم هدف لهدف بعدما سجل في الدقيقة 37 اف سي طوكيو هدف عن طريق اللاعب يوهي توكونغا، يسجل في الدقيقة 81 من عمر المباراة كيم سيونغ يونغ. تمر الكرة إلى رمية جانبية الآن، مشاركة بالرأس، محاولة لمصلحة أولسان هيونداي ليهو، مشي كرة إلى الأمام، تغطية موجودة والكرة تقطع وتصل عند هاسيغاوا. يعيد الكرة إلى توكونغا، توكونغا من جديد يلعب الكرة لكينشي كاجا في وسط الملعب، تاكاهاشي مشي كرة إلى الأمام، هاسيغاوا ينقل الكرة على جهة اليمنى، هاسيغاوا يحاول تمر الكرة لمصلحة اف سي طوكيو، محاولة للتمرير على الجهة اليسرى عند كيسوكي اوتا، عاد الى موريشيتشي، شكرا الى هاسيغاوا، محاولة المرور من جانب هاسيغاوا ممتازة، تمريرة الرد الان وفرصة خطيرة لمصلحة اف سي طوكيو، تمريرة في المكان السليم والكرة بالجول،
بالجول، هدف ثاني، هدف ثاني لكيجي ياما، يسجل الثاني كيجي ياما لمصنع اف سي طوكيو بعد التمريرة الرائعة جدا من جانب ناواتاكي. هدف لمصنع ياشيكاوا، نعم ياشيكاوا هو من سجل الهدف في الكرة الماضية، تلقى تمريرة رائعة جدا، لاحظ التمريرة من جانب ناواتاكي لمصنع ياشيكاوا، يسدد مباشرة على المرمى صاحب 30 سنة لاعب اللي لعب مع منتخب اليابان 5 مباريات دولية، لكن هدف جميل جدا في مرمى الكوري كيم يونغ كوانغ. 2-1 لمصلحة أولسان هيونداي، 2-1 عفوا لمصلحة، نعم اللاعب اللي سجل الثاني كيجيان في الدقيقة 83 فقط بعد دقيقتين من هدف أولسان هيونداي. إذا اف سي طوكيو يتقدم بهدفين مقابل هدف، الهدف الثاني عن طريق كيجي ياما هو من سدد الكرة مباشرة وسجل الهدف الثاني لمصلحة اف سي طوكيو الياباني. لوكاس مكان واتانابي، البرازيلي اذا لوكاس يدخل في تشكيلة الفريق الياباني اف سي طوكيو صاحب 33 سنة، لاعب نادي اتلتيكو بانانسي في البرازيل سابقا، اللاعب اللي حضر مع اف سي طوكيو في 2004 الى 2007، لعب اللي جنب اوساكا ثم ذهب للبرازيل وعاد مرة اخرى للدوري الياباني عن ناديه السابق اف سي طوكيو. تعود الكره من جديد، مارين هاو يحاول المرور، عادل النتيجه اولسان، لكن اف سي طوكيو سجل الثاني عن طريق كيجياما والكره منقوله على جهه اليسرى الان. ياشيكاوا يحاول فرصه للثالث لمصنع اف سي طوكيو، ياشيكاوا يحاول ان يلعب كره بينيه للوكاس لكن الكره تصطدم وتمر الى خارج ارضيه الملعب. 5 دقائق متبقية على النهايه، الفريق الياباني لحد الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف وضربة زاوية على يمين حارس المرمى. على يمين كيم يونغ كوانغ، ضربة زاوية عند ياشيكاوا الآن، يلعب الكرة القصيرة لوكاس ثم ياشيكاوا عند لوكاس من جديد، يعيد الكرة إلى ياشيكاوا، تمريرات بين لاعبي اف سي طوكيو، محاولة مرور و التسلل موجود في الكرة الماضية على ياشيكاوا. التسلل موجود وضربة حرة غير مباشرة ملعوبة طويلة وإلى الأمام. بالرأس تقطع وتصل في وسط الملعب. جي اما يفتك الكرة وتدخل قوي وحكم المباراة يعطي خطأ، تدخل قوي على الياباني كيجي اما. نعم عنده كرت اصفر ليه، الحكم لم يعطيه الكرت الاصفر الثاني في هذه الكرة وبالتالي خطأ يحتسب لفريق اف سي طوكيو. تعادل الكره من جديد لمصنع اولسان هيونداي، منقول الكره على جهه اليسرى عند كانغ جين ووك، يمشي كره في وسط الملعب عند كانغ مينسو، لعب المدافع المتقدم كره من جانب لوكاس، محاوله المرور الكره تطول وتذهب الى خارج الملعب الى رميه جانبيه، طالت على كيجياما، ذهبت الى رميه جانبيه بلعبه سريعه ليونغ، يمر ليونغ ويبحث عن كره اماميه، التغطيه موجوده عليه، كره تقطع وتعود كيجياما، تعود للكره من جديد، يمشي كره للوكاس ياشيكاوا،
يلعب الكرة لتاكاهاشي، منقولة من تاكاهاشي على جهة اليمنى ممتازة. توكونغا يحاول المرور وحكم المباراة الآن يعطي خطأ، خطأ على توكونغا. سربي بوبوفيتش مدرب اف سي طوكيو، فريق لحد الآن يتقدم بثلاث نقاط بالتالي إلى صدارة المجموعة إذا ما انتهت الأمور بهذه النتيجة، فإن الصدارة لاف سي طوكيو في هذه المجموعة السادسة على حساب أولسان هيونداي. بينما هذه الكرة إلى الأمام وهدف تعادل، هدف تعادل لمصلحة أولسان هيونداي. فريق الكوري يسجل هدف التعادل. دفاع الياباني، دفاع اف سي طوكيو مضروب. الكرة الماضية ممتازة منقولة لمارين هاو في المكان السليم، وبالتالي الهدف الثاني. لاحظ الكرة المنقولة من خلف المدافعين وتقريبا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة يسجل أولسان هيونداي الهدف الثاني بشكل سهل جدا بصراحة في دفاع الفريق الياباني. بالتالي الثاني لمصلحة مارين هاو. 2 أولسان هيونداي الآن، اف سي طوكيو 2 أولسان هيونداي 2 2 2 النتيجة تعود من جديد. كرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لإف سي طوكيو. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، كرة من جانب لوكاس، تقطع الكرة وتصل سريعة وأمامية، لكن أيضا تعود وتصل عند حارس المرمى جوندا. يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام، من جانب أكواكتاي. تصل الكرة من جديد لمصلحة كانغا مينسو، يعيد الكرة إلى الخلف. كرة أمامية محاولة، لكن أيضا تعود الكرة إلى حارس المرمى غوندا. رمية جانبية ملعوبة سريعة، مارين هاو يحاول، كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. تاكاهاشي ينقل الكرة على الجهة اليمنى عند توكونغا. تاكاهاشي من جديد جانب اف سي طوكيو، محاولات الآن. تصل الكرة من جانب كيشيكاجا، ينقل الكرة أمامية بالرأس، تبعد وتصل إلى رمية جانبية ملعوبة سريعة. هاسيغاوا يلعب كرة، تعود الكرة لتاكاهاشي، منقولة لكوزوكي أوتا. عند حارس المرمى غوندا،
دوكو الآن يحاول في هذه الكرة والعرضية الأمامية، وفرصة خطيرة ياشيكاوا يحاول وفرصة ما زالت متاحة، لكن الكرة بالنهاية تمر وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طويل الكرة إلى الأمام بالرأس، حكم المباراة أضاف 3 دقائق كوقت بديل لشوط المباراة الثاني، ونلعب في الدقيقة 3 والأخيرة. محاولات من جانب اف سي طوكيو، لكن بالنهاية الكرة تقطع وصافرة حكم المباراة سيد رفشان إرماتوف تعلن نهاية شوط المباراة الثاني بالتعادل 2-2 بين اف سي طوكيو وأولسان هيونداي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2012، وبالتالي 4 نقاط لكل فريق يتواجد في الصدارة. اف سي طوكيو بفارق الأهداف عن فريق أولسان هيونداي. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إلى أن ألقاكم في مناسبات قادمة تقبلوا تحيتي وإلى اللقاء.